الموضوع اللي بعدين نحكي عن الهمير والنفراتس. الهمير والنفراتس ديفينيشن هو عباره عن جروب اوف ذا ديزيز وذ انفلاميشن اند بروليفريشن اوف ذا سيلز وذين ذا جلوميرولس. كلنا بنعرف عندنا افيرنت ارتريول وفي عندنا افيرنت ارتريول اللي هي الشرايين الداخل والشرايين الخارجه افيرنت اند افيرنت. هذولا بيدخلوا على على هون على المنطقه هون بصير عمليه فلتره هون بهاي الاستراكشر. هذا الاستراكشر اسمه جلوميرولس. هذا الاستراكشر اسمه جلوميرول. التهاب هذا الاستراكشر السيلز الموجوده بهذا الاستراكشر بسموه جلوميرولونفرايتس. شو وظيفه هذا الاستراكشر؟ اللي هو فلتريشن. هو ايش فلتريشن؟ وظيفته هو الفلتريشن. التهاب هذا نسميه جلوميرولونفرايتس. الميكانيزم اتس ايمونولوجيكال ايمونولوجيكال. في عندنا تايبس اوف جلوميرولونفرايتس. برايمري جلوميرولونفرايتس المشكله بتبلش من عند الكدني من جوه الكدني. وفي عندي سكندري جلوميرولونفرايتس. هاي المشكله بتكون شمالها بتيجي على الكدني من وين؟ من برا. بتيجي على الكدني من برا. هذول بكونوا امراض سيستماتيك غالبا سيستماتيك ديزيز. البرايمري جلوميرولونفرايتس في عندنا ايمون كومبلكس ميديت اللي هو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي احد الانواع. في عندي انتي جي بي ام انتي جي بي ام انتي بودي ميديت اللي هي انتي جي بي ام بوزيتيف انتي بودي. وفي عندي ايديوباثيك مش معروف الايمونولوجي ايمون كومبلكس ميديت اللي هو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي زي البصر بتكون جلوميرولونفرايتس. هذا بيجي بعد السبتوكاي يمكن يجي بعد الاستاف وبعد الهيباتيتس بي فايروس ولكن هو اكثر يجي بعد السبتوكاي الجروب اي سبتوكاي انفكشن. موست كومن كوز للجلوميرولونفرايتس عند الاطفال. موست كومن برايمري جلوميرولونفرايتس عند الاطفال هو عبارة عن بصر بتكون هلميرونفراتس. في عنا ممبرو البروليفراتيف هلميرونفراتس MBGN. في عنا IgA نفروباثي اللي هو بيرجر ديزيز. هذا موست كومن كوز اوف هلميرونفراتس عند الأدلت. هذولا كلهم برايمري هلميرونفراتس وهم هيمون كومبلكس ميدياتد. أنتي جي بي أم اللي هو أنتي هلميرونفراتس ممبرين أنتي بادي NGBM جود باتشر سندروم. جود باتشر سندروم الجي باتشر هلميرونفراتس زي الفوكال سيجمنتر هلميرونفراتس. فوكال سيجمنتر هلميرونفراتس. في عندي هسه ال طلعوا شو عنا سكندري هيمينفراتس اللي في عنا ايمون كومبلكس ميديتد سكندري اللي هي تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي زي اللوبس هيمينفراتس. هذا مع الاس ال اي. الاس ال اي فيري كومن كومبليكيتد باي لوبس نفراتس. اللي في عنا ال اتش اللي هو هنا شانن بيربرا اتش اس بي. هذول كلهم عباره عن سيستماتيك ديزيز بيعملوا لنا سكندري هيمينفراتس وبكونوا ايمون كومبلكس ميديتد يعني تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. في عنا هيريديتري اوتوسومال دومينانت ديزيز زي الالبرت سندروم. هذا بيجي مع ديفنس هيمينفراتس اند بلايندنس اند بلايندنس ما بشوفوا بيجي عندهم لو بليتلت يعني عندهم ترومبوسايتوميا. هذا هو الكلاسيفيكيشن اوف هيمينفراتس بشكل يعني كثير مختصر اب تو ذا بوينت من نكون احنا عارفينه. لما نحكي عن هيمينفراتس طلاب بنركز بنحكي عن نفريتك سندروم. هيمينفراتس بشكل عام بشكل عام هو نفريتك سندروم. هو نفريتك ايش سندروم. ركزوا بالاي نفريتك سندروم. موست كومن كوز للنفريتك سندروم عند الاطفال هو بوستروت كول هيمينفرايتس. موست كومن كوز نفريتك سندروم عند الادلت هو اي جي ان نفروباثي. اي جي ان نفروباثي موست كومن سكندري كوز او سيستماتيك كوز للنفريتك سندروم. الجواب لوبس نفرايتس. اسالي ارجوك ركزوا لهي النقطه بيسالوا عنها بالامتحانات طب لو حكى لي عن النفروتك سندروم موست كومن برايمري نفروتك سندروم عند الاطفال الجواب مينيمال change disease. هذا لو حكى لي نفرتك بالاو. لو حكى لي عند الادلت شو موست كومن كوز. موست كومن كوز اللي هو فوكال سيجمنتال هيلوميرولوسكليروزس او ميمبرينس نفروباثي ام ان ميمبرينس نفروباثي. هذول اللي برايمري. طب لو السكندري شو موست كومن كوز النفرتك سكندري عند الادلت الدي ام. مين بيجي بعد الدي ام؟ الهايبرتنشن. هايبرتنشن واضح النقطه ولا لا؟ هذا اللي انا حكيته اخر شيء للنفروتك سندروم اللي هون انا شرحته طلابنا للنفروتك سندروم. يعطيكم الف عافيه ونتقابل بالفيديو اللي بعده.